أحمد، أخبرنا كيف بدأت قصتك مع التدوين ولماذا هذا المجال؟ يعني أنا شخصياً كانت لدي الحشرية، رأيت أنه لديك على إنستغرام فقط وفي مجال التقنية متابعون يصلون إلى حوالي 130 ألف متابع. 127 ألف على وجه التحديد. هلا قلنا له 130 لأنه اليوم رح يصيروا 130 بعد هذه الحلقة. أهلا وسهلا. أول شيء مشكورين على الاستضافة، حياكم الله بالكويت. للأمانة أنا طول عمري كانت هوايتي أميل حق التقنية من قبل 20 سنة تقريباً. بدايات التقنية كانت بالنسبة لي هي تليفونات نوكيا كانت قبل، وبعدين قمت أهتم بالتقنية أكثر وأكثر، واليوم عندنا هواتف ذكية وايد كثيرة، يعني طبيعي أنك أنت إذا بلشت بهذا المجال راح تستمر بهذا المجال، فبلشت أنا بالتقنية لأنها كانت هواية بالنسبة لي وشغف. طب ربما هو شغف بالنسبة لك، بس ليش أنت عم تستشف أنه فعلا الجيل الجديد اليوم لديه شغف في مجال التقنيات ودخل في هذا العالم بشكل كبير جدا؟ والله للأمانة في ناس لهم شغف بس بسيطين بالعدد مقابل طبعا الشغف حق الانترتينمنت يمكن أكثر، لأن احنا بالفيديوهات مالت التقنية المهم في الموضوع أن نعطي معلومات تكون دقيقة وصحيحة، لأن من بعد اللي احنا نقوله ناس وايد تعتمد على الكلام، وذيك الساعة تقدر تتخذ قرار تشتري التليفون الفلاني أو تشتري الكمبيوتر الفلاني وأسعارهم تكون غالية، ضروري ان احنا نكون عندنا معلومات دقيقه اكثر من ان احنا بس نكون انترتينمنت وترفيه. طب عندما نرى الصور التي تنشرها على انستغرام تحديدا غير قناتك على يوتيوب، نرى انه انت تروج لكل الماركات تقريبا، يعني ليس هناك علامه تجاريه وغياب لعلامه اخرى، يعني كيف توفق بينها؟ هو انا يمكن اروج حق الاشياء اللي انا احبها او افضلها، لان اذا تشوف مثلا بحسابي ما اروج حق شركه ابل بالتحديد بشكل وايد كبير، كون ان انا افضل مثلا نظام تشغيلي مال اندرويد والاجهزه والمصنعات الشركات المصنعه الهواتف الذكيه حق الاندرويد، اشجع سامسونج هواوي نوكيا اي شركه تصنع هواتف نوكيا هواتف اندرويد اسف، بس عامه اشجع التقنيات الجديده. يعني على سبيل المثال مؤخرا مركز على سامسونج مع التقنيه الجديده مع سامسونج جالكسي زي فليب على سبيل المثال، اللي على فكره خلص بيوم واحد من اول ما نزل في الامارات، وكميات الثانيه اللي نزلت عقبه هم بعد خلصت بشكل وايد سريع. فهذا شيء انا بالنسبه لي هو اللي عاده اروج عنه من ناحيه شنو اللي افضله اكثر من هو اتحيز حق ماركه معينه. احمد، يعني ما فيني ما اسالك هذا السؤال اليوم، تحصل على عدد كبير من هذه المواد التقنيه ومن هذه هواتف، هذا بادجت كبير، هذا يحتاج إلى أموال كثيرة، يحتاج صح. هل أنت يعني يتم دعمك بهذا الإطار ولا تقوم بصرفه من أموالك الشخصية؟ ما هي الآلية التي تعمل بها اليوم؟ هو اليوم يعني أنا أشتغل فول تايم سوشيال ميديا إنفلونسر بالتحديد مع التقنية، ففي دعم أكيد من الشركات أنها توفر أحدث الأجهزة اللي مثلا تكون معاهم، بالذات لما تسافر معاهم وتحضر مؤتمرات العالمية. في حيز ثاني لازم انت تاخذه بعين الاعتبار ان في اجهزه مضطر ان انت مثلا تشتريها، وهذا يكون مدخول من مثلا رعايات تصير حق فيديوهات معينه، سبونسرشيبس حق برودكت بليسمنتس مثلا بشكل غير مباشر، بس عامه في دعم اكيد من هذه الشركات اللي تعطيك اياها. طيب راينا الهواتف القابله للطي صح، يعني وكمان تم الحديث انه هذه الهواتف لن تكون هيك على قدر يعني النجاح المتوقع، انت تجربتك ماذا تقول لنا عنها؟ انا اشوف مو بس تجربتي، اللي قاعد يصير الحين يعكس الشيء تماما. قلت لنا انه نزل اول بالضبط قسم، يعني اللي نزل بالامارات خلص على طول، وحتى مو بس بالامارات، الولايات المتحده بالهند واستراليا وغير من البلدان الموجودين باوروبا. طب في قابليه كبيره حق هذه الهواتف القابله للطي، هي اقصى الحدود برايك اللي قد تصلها الهواتف الذكيه؟ لا لا هذا شو رايك بهذا الاطار انت اليوم لما هذه مقبلات تعمل مشاهده على كميه التكنولوجيا التي وصلنا اليها صح. اليوم الى اي مدى ممكن ان نصل وبالمستقبل القريب ربما هو ممكن نحن نوصل حتى حق التليفونات اللي تكون مو بس قابله للطي، تكون شفافه تماما، بروجكتايلز هولوجرافيكس ارتفيشال انتليجنس واكيد الاي ار الاوجمنتد رياليتي او الواقع المعزز، هذه الامور كلها بالمتناول مالنا خلال يمكن 5 سنين ماكسيموم 10 سنين نشوف مره ثانيه السوق يتغير من ناحيه الهواتف الذكيه. نعم. احمد ابو عركي، يعني خبير الهواتف الذكيه والتقنيات وصاحب حساب سلوركس على انستغرام، تابعوه لانه فعلا مميز حقيقه. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا، يعطيك العافيه.